والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ذاك فعلهم وذاك قولهم، فما هو جزاؤهم وثوابهم؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، فأعطى الله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر والظفر والتمكين والغنيمة وقهر الأعداء وصلاح الحال. وأتى الله عز وجل بحرف العطف الفاء ليفيد الترتيب والتعقيب والسرعة، فتحقق لهم ما أرادوا وزيادة وحسن ثواب الآخرة، وهو الفوز برضا ربهم ورحمته والنعيم المقيم. وخص الله عز وجل ثواب الآخرة بالحسن للتنبيه على عظمته وفضله، وأنه لا يقارن بثواب الدنيا، فثواب الدنيا لا بد له وأن يزول، أما ثواب الآخرة فإنه باق ومستمر وغير زائل. ومتاع الدنيا لا بد وأن يشوبه التنغيص والقلق، بينما ثواب الآخرة لا تنغيص فيه ولا قلق. والله يحب المحسنين. والله يحب كل من أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه، وفي ذلك إثبات صفة المحبة لله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته. وتأمل معي أخي الكريم في مكانتهم العظيمة ومنزلتهم عند الحق سبحانه وتعالى، ما أسعدهم وقد صرح الله عز وجل بمحبتهم مرتين، فهنيئا لهم محبة الله. ولنشمر ولنعمل لعلنا نكون مثلهم. وهذه بعض الدروس المستفادة من الآية الكريمة. الله كريم يجازي على القليل بالكثير، إياك وأن تقارن ثواب الدنيا بحسن ثواب الآخرة. نفع الإحسان والأعمال الصالحة يرجع إلى العبد في الدنيا قبل الآخرة. للإحسان جناحان، إحسان لله في العبادة وإحسان للخلق في المعاملة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.